أفضل وقت لزرع شجرة كان منذ 20 عام، وثاني أفضل وقت هو الآن. السلام عليكم، أنا راني الخصيبي، ورحلتي ابتدت منذ 20 عام. لما سافرت في 2004 للدراسة في الخارج، كانت أول مرة أبتعد فيها عن أهلي. مكان بلد جديد، عادات مختلفة، لكني أيقنت أنه كان لازم ساعتها أبدأ أعتمد على نفسي. ومن ذاك اليوم وبدت حياتي تاخذ منعطف آخر تماماً. لكني عرفت انه هذه كانت هي النقطة اللي بتتشكل فيها شخصيتي. يمكن من الاشياء الطريفة اللي صارت لي وانا هناك، كنت اداوم 2 أسبوع في الصف الغلط، بس لاني كنت ما فاهمة نظام الجامعة. لكن الحمد لله الله ستر، ومشرف التخصص ساعدني في تصحيح المسار. الصدمة جات لما فلست من أول شهر لي في دراستي في الخارج. كانت هذيك هي نقطة التحول في حياتي بالكامل. وما كان في وقتها تطبيقات لتحويل الأموال بسهولة، فكان راح ياخذ أهلي بضعة أيام علشان يحولوا لي أموال إضافية. لقيت نفسي بلا مال على الإطلاق. حاسين بالشعور؟ حسيت نفسي وحيدة، وحدي في بلد غريب. بس الشعور الأقوى اللي داهمني أني كنت خذلت أهلي، خذلت نفسي، ما قادرة تدبري مصاري في شهر واحد. ليش ذين؟ إيش السبب؟ للأسف لأني ما تعلمت أساسيات الصرف والإدخار من عمر صغير. وفي لحظة يأس اضطريت اني استلف 50 دولار من زميل لي في الجامعة، ولو انه وافق انه يعطيني المبلغ، لكن اسلوبه كان جارح معاي شوي، وبدأ يطالبني بالاموال بشكل فظ. فساعتها شوية كرامتي تأثرت، وبدأت اسأل نفسي: رانيا، هل انت جاهزة تواجهي الحياة؟ ما قادرة تدبري مصاريف شهر واحد، حتى ولا دولار باقي لش؟ بسألكم انتو الجمهور، هل انتو اليوم جاهزين تواجهوا الحياة؟ جوابي لهذا السؤال كان نعم. ما راح اخلي هذا الموقف يكسرني، واقسمت يومها اني ما راح احتاج لأحد ماديا بعد اليوم. وأيقنت واكتشفت أن المال مهم، وأعرف أن كلكم عارفين أن المال مهم، لكن للأسف معظمنا عايش على أن المال غير مهم. ومن هنا بدت رحلتي في عالم المال. ولو أنه ما كان تخصصي، لكني لما أحب الشيء أتعلمه بعمق. فقريت كتب، دخلت ورشات، واشتغلت في أكثر من شيء وأنا أدرس. بغيت أعرف كل ما يتعلق بهذا العالم اللي جالس يأثر في حياتنا بشكل كبير. واكتشفت أن الحرية المالية ليست فقط باقتناء الأموال، لكنها أني أقدر أتخذ قرارات حياتية بدون ما يكون المال هو العامل المحدد أو العائق. ومن أول وظيفة التزمت بميزانية شهرية، وابتعدت عن قروض، وتميت أعلم نفسي عن المال. لكني حينها ما كنت أعرف إيش هي خطة الله لي. فقد الكثير من الناس وظائفهم أو قلص دخلهم أثر جائحة كوفيد-19، خصوصا في عمان، لأنه جاء تزامنا مع إعادة هيكلة كثير من المؤسسات. أنا ما تأثرت بشكل مباشر لأني كنت منظمة مالياً،
لكني حسيت بالأثر من الناس اللي حولي، اللي ما قادر يكمل مصاريف دراسة أبنائه، واللي اضطر إنه يشتغل أكثر من وظيفة بس علشان يغطي نفقاته. ساعتها جلست أدرس وحلل إيش علاقة الإنسان النفسية بالمال، واكتشفت إنه إحنا بحاجة لفهم أعمق عن المال كيفية إدارته بالشكل الصحيح. وحينها قررت إني أشارك على معرفتي على منصات التواصل الاجتماعي. بغيت أوصل فكرة للناس إنه نجاحنا أو فشلنا المالي نتاج عن شيء سايكولوجي فينا، كيف كانوا أهلنا يتكلموا عن المال، وإيش هي المعتقدات اللي ترسخت في عقولنا. والحمد لله لاقى المشروع نجاح أكثر مما تصورت، مما أكد لي إنه في حاجة ماسة للمحتوى المالي المبسط، لأنه في كثير محتوى مالي، لكن الصعوبة تكمن في إنه ناخذ شيء معقد ونبسطه لدرجة إنه حتى الطفل يفهمه. وجدت الأثر على الناس اللي أنا ساعدتها تغيير عقليتها المالية. طيب ليش أشارككم قصتي اليوم؟ معظمنا لما ندور رسالتنا أو الهدف نكون غير صبورين، نبغاه تو. بس أنا أريد أخبركم إنه ممكن ياخذ 20 سنة أو أكثر، ويستاهل إنه ياخذ هالكثر، وإنه ما نخاف وما نحس وما نحبط. وكلنا مرينا بصدمة، بس إيش الأهم؟ إيش سوينا لما جاتنا ذي الصدمة؟ هل ندفع ونقاوم، ولا ننسحب ونستسلم، ولا نتدفق ونتأقلم ونعيش مع التحدي مش ضده؟ أنا رسالتي أخذت سنوات عشان تتمحور وتتمركز لبرامج وطنية للوعي المالي للأطفال والشباب العرب بالأخص، لأمكنهم إنه يكونوا قادة المستقبل. ليش خصيت الشباب العربي؟ لأن في مرحلة بحثي حصلت في نقص شديد في المحتوى المالي العربي المبسط، وما أتكلم هنا عن التجارة والاستثمار، لكني أتكلم عن المراحل اللي تسبق كل هذا، خصوصا مرحلة التأسيس. بغيت أعزز أهمية المال ونغير شوية نظرتنا الجوهرية له. ترى على فكرة المال عنده كرامة، فإحنا لو ما اهتمينا فيه بيروح عنا. بغيت أعطي وبغيت أنقذ ولو شاب واحد من صدمة مشابهة لصدمتي، لأنه مع التزامات الحياة راح نوعى يوم من الأيام ونحصل نفسنا ارتكبنا أخطاء مالية فادحة. ليش؟ لأنه ما تعلمنا أساسيات المال من عمر الدراسة أو الجامعة. لذلك أريد أعطي 3 نصائح للشباب. الأولى، لا تعيش كالآخرين، قالها ديف رامزي واللي أعتبره أكثر إنسان علمني على المال. شوفوا هذه إيش لابسة، شوف أي سيارة ماخذ، شوفوا مسافرين. عيش لنفسك، عيش لهدفك، لقناعاتك، هذه رحلتك، ولا تعتمد على مصدر واحد من الدخل. كلنا نعرف إنه ما بنصير مليونيرية من مصدر دخل واحد. صح الوظيفة مهمة، ولكن اعمل أكثر من شيء، حاول، جرب، ادخل في أكثر من مجال، ولا تتوقف عن التعلم. هذه الصورة كانت من ماجستيري الثاني بعد 16 سنة من ماجستيري الأول. فدائما كون متعلم مدى الحياة. فنادعوكم اليوم، حاولوا تدوروا رسالتكم، ولا تخافوا لو تأخرتوا،
أو لو أخذ الأمر السنين، ابدوا تزرعوا بذور النجاح من اليوم، لأنه لو ما كان أفضل وقت لزراعة شجرتك منذ 20 عام، فإن أفضل وقت هو الآن. شكراً.